البداية من آخر تطورات حول التفجير في تل أبيب، وينضم إلينا من القدس مراسلنا مجدي الحلبي. مجدي، أهلا بك. بطبيعة الحال سنبدأ بتفاصيل انفجار تل أبيب، لكن السؤال الأبرز، أين أصبحت الهدنة التي كنا ننتظرها اليوم في ظل الأحداث الأخيرة؟ بالطبع نتحدث عن الهدنة. الهدنة على ما يبدو هناك بحث في هذه الهدنة، هناك أمور لم تنتهي بعد، هناك محاولات لكسب الوقت. معظم الأنباء التي سربت عن الهدنة البارحة وأول البارحة هي على ما يبدو بالونات اختبار من الجانبين، من حماس طبعا ومن إسرائيل من الجهة الأخرى. حتى الآن لم تنتهي قضية الهدنة، وهناك بعض الأمور التي ما زالت علقة، ولكن القناعة في الحكومة الإسرائيلية هو أنها يجب أن تكون هناك هدنة، يجب أن تكون تهدئة. مصر ترعى هذه التهدئة، الولايات المتحدة ترعاها من فوق، والتهدئة قادمة، ربما اليوم، ربما غدا، ربما بعد غد، ولكن القناعة هي أن لا حاجة لعملية برية. ولكن نعود إلى العملية في تل أبيب. العملية في تل أبيب قد تخلط الموازين وتخلط الأوراق وتبدأ اللعبة من جديد، ولكن الآن في هذه اللحظات للوزراء التسعة في القدس برئاسة نتنياهو، والوزراء التسعة سيقررون المرحلة المقبلة، سيبحثون قضية الانفجار في تل أبيب، وسيبحثون أيضا قضية استمرار العملية العسكرية التي ما زالت مستمرة بالطبع، وهناك قصف إسرائيلي وقصف لحماس للمواقع الإسرائيلية ولجنوب إسرائيل، والوضع ما زال كما كان عليه منذ 8 أيام، منذ يوم الأربعاء الماضي، قصف إسرائيلي، قصف لحماس، ويمكن أن يضاف إليه العملية في تل أبيب. والتخوف الكبير الآن الحاصل داخل إسرائيل من عمليات مستقبلية، علما أن من نفذ العملية وضع الحقيبة وهرب، وهناك حديث وتوقعات أن يكون قد وضع حقائب في أماكن أخرى، أو أن هناك آخرين يمكنهم أن يقوموا بنفس العمل، بالرغم من أن كتائب شهداء الأقصى التابعة لفتح هي التي تحملت المسؤولية، إلا أن في إسرائيل يعتقدون أن من قام بالعملية هي حماس. مجدي، الحراك الدبلوماسي يلف الوضع الدموي اليوم، ماذا عن زيارة كلينتون ولقائها عباس؟ وكنا قد سمعنا أيضا أنها ستعود للقاء نتنياهو مرة جديدة. بالطبع كلينتون التقت رئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله، بحثت معه موضوع التهدئة ومواضيع أخرى بضمنها محاولة إعلان الدولة الفلسطينية في الأمم المتحدة نهاية هذا الشهر، ولكن عادت مرة أخرى والتقت نتنياهو وباراك وليبرمان، واجتمعت بهم على حيطة مرة أخرى لبحث آخر تفاصيل التهدئة، ثم هي ستزور على ما يبدو القاهرة للاجتماع بالرئيس المصري، والاستماع منه إلى أين وصلت مساعي التهدئة. هناك مساعي حثيثة الآن من كل دول العالم تضغط على الجانبين، على إسرائيل وعلى حماس، للتهدئة وكبح جماح العنف، خاصة بعد عملية تل أبيب التي قد تفرض كل زمام الأمور من يد الجانبين. مراسل الـ MTV مجدي الحلبي في القدس، شكرا لك على هذه المداخلة.